بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، اليوم طرف علينا الحجر الصحي. احنا جينا في المنطقة رقم واحد، كنتمنى من المنطقة رقم جوج حتى هي يترفع عليها الحجر ويمارسوا الناس الأنشطة ديالهم بكل حرية، ترفع علينا هذا الوباء إن شاء الله يا رحمن الرحيمين. اليوم غادي نجي معكم واحد الفيديو جديد، غنوريكم طريقة إن شاء الله استخراج البذور من النباتات ديالكم، بلا ما تبقاو تشريو كل خطره البذور. نوريكم بزاف ديال البذور اللي نشوفوهم في هذا الفيديو ان شاء الله، بقاو معنا. نوريكم طريقه سهله بس تجمعوا البذور ديالكم، بذور مختاره وماشي ديك المهجنه، وكتغرسوا منها للسنين وكتفرحوا بارطاجوها مع اصحابكم اللي تعطيهم اليوم منها، راه كثيره ان شاء الله. نوريكم طريقه سهله بس تخرجوا البذور ديالكم من بعد النباتات المنزليه اللي كتغرسوا، ما تبقاوش كل خطره تشريهم. نمروا الطريقه الان ان شاء الله. بسم الله، انا نوريكم طريقه الخص. هذا هو الخص اللي كنستهلكو، ها هو دابا الخص، ها هو دابا موجود استهلك. الا ما بغيتش نستهلكوه كنخليوه كيولي بحال هكا، كيولي طوال، شتي كطوال كيطوال، كيولي برضه كيولي كيدير ورضه. دابا هادي غدير ورضه وغادي دير لينا الزريعه، غدير لينا البذور ديال الخص. غنوريكم فين كاينه هي ان شاء الله. ها هي شتي، هي هادي، ها هما نجو كنخليهم حتى كيكرمو في بلاصتهم. هادو كلهم بذور ديال الخص، تبارك الله. هنا راه كاين الخير، انا ما تغرس لان كيوسف فيك كي شويه من هذا، غير شويه منه يعني. كل هذا بذور الخص، كتلقاو في التربه ديالك، ها هو معاك ان شاء الله. دابا هذا راه وجد، غادي نقطفو نحيدوه صافي. هذا وجد ونخليوه في الظل، نخليوه في واحد المكان فيه الظل، نجمعوه ونوريكم بعد. شوف تبارك الله شحال ديال الخص عندي. هادو كلهم بذور ديال داك السنه اللي فات، الحمد لله راه كاين وافر بزاف. اللي كاين في اكادير وبغى البذور ديال الخص مرحبا به. والقزبر حتى هو كذلك، كنستخرج بذور القزبر. القزبر كان فين كندير ليه حتى هو القزبر، ها هو هذا معيد للاستهلاك، ها هو ده للاستهلاك هذا. ولا ما بغيتش نستهلكوه كنخليوه كيولي بحال هكا ان شاء الله. ها هو هذا بقى هو ده البذور، هذه كلها بذور ديال القزبر، كنخليوها كتجف وكنستهلكو، كنعاود نغرسوها ان شاء الله. هذه كلها بذور ديال القزبر، انا كنتج البذور ديالي بيديا، ما كنبقاش نشري كل خطره البذور ولا شي حاجه، تبارك الله. كل هذه بذور مختاره، هذه ماشي ديك المهجنه. هذا القزبر، بالنسبه للقزبر ياك. ونمروا للكرافس، ها هو ثاني، ها هي الشلاضه شتي. كلشي هادو بذور ديال الصلاه ديال الخص، كنخليوها كطوال، كنخليوها كطوال كتولي ورده، كتخليوها تكرم ونجمعو من هاد البذور. هذا بالنسبه للكرافس، الكرافس ها هو هذا هو اللي كنستهلكو، هذا منزلي كنستهلكو، ها هو موجود عندنا. ملي ما كنبغيو، ملي كنبغيو ناخذو منو البذور كيفاش كنديرو، كنخليوه ها هو هذا بذور ديال الكرافس، ها هاد الحباب هو بيه الكحلين، هذا خليه حتى يجف. دابا هذا غيجف ويعطينا البذور ديال الكرافس. طريقة سهلة باش ما تقول، وهذا راه فيه الخير تبارك الله، راه تغرس غير شوية من هذا ويعطيك عاوتاني الكرافس ديالك. وهاو هو تاني نوريكم هنا، هاو هاو كلشي هذا بذور ديال الكرافس، خليته باش يكون بذور ديال الكرافس. طريقة سهلة، ها هو عاوتاني هنا، انتما كتشوفوه تبارك الله شحال ديال الكرافس. شنو باقي؟ كرافس، بروكولي، بروكولي ها هو جمعتو، كنت غرستو شتو الفيديوهات ديال البروكولي، ها هو خليتو تا هو دار النوارة. هذا كله بذور ديال البروكولي، نوري لكم باش تشوفوه، هو حبوبية كحلين. ها هادو هما بذور ديال البروكولي، هذا راه تبارك الله فيه الخير والخير. انا كنتج كلشي البذور ديالي بيديا الحمد لله. وبالنسبه لشغل اللي باقي، الدنجال، الدنجال كنخليوه، ها هو الدنجال كنخليوه، الا بغينا نستهلكوه كنستهلكوه في هذا الحجم هذا، ولا بحال ولا بحال هذا الحجم هذا، ولا في هذا الحجم يستهلكوه ياك.
الا نخليوه يبقى معنا نخليوه في الشجره اللي بحال هكا حتى كيولي بحال هذا الحجم هذا. واش كيدير لكم دابا هذا الحجم هذا مابقاش صالح للاستهلاك، هذا السارح نجمعوا منه البذور نخليوه غادي تكون في هذا اللون هذا، غادي ترجع من الاسود للقهوي تولي في هذا اللون هذا، اللي تولي كلها في هذا اللون نخليوها حتى تنضج وقت نشرحوها من الداخل نستخرج منها هذا البذور هذا. ها هو كتشوفوا هذا البذور ديال الباذنجان، هذا استخرجته من ذاك العام ان شاء الله ذاك العام، وكان غرس منه هو من الناس غرسنيت هادو كامل، هادو كلهم بذور ديال الباذنجان، عندي منه واحد الكميه تاهي كثيره ان شاء الله. والحمد لله دابا بارطاجت معكم هذا الفيديو هذا حول عدد من الزراعات جمع البذور، كنتمنى تستفدوا فيه وتجمعوا البذور ديالكم ان شاء الله بطريقه لكم. واللي بغى شي سؤال ولا اللي عنده شي حاجه مرحبا به، ونخليكم واحد مع واحد المبادره ديال واحد الشاب حتى هو كيغرس محب الزراعه، وشجعوه ونشوفوا الموروثات ديالو، واللي عنده شي فيديو على حول الزراعه يصيفطوا لي وانا نبارطاجي ليه في القناه ديالي. مرحبا بكم كاملين، تستافدوا كاملين، بارك الله. هذيك القرع الاخضر اللي لقح داك النهار ها هو لقحته هي يدويا انتما كتشوفوه، لان ما كاينش النحل الا ما لقحتوش كانت غادي تسقط هاد التمره هادي، ها الاخرى لقحتها حتى هي يدويا. وريتكم الطريقه ديال التلقيح يدويا الوقت ما كاينش النحل بزاف، ووريكم بعض الطماطم السوريز السوداء، هذا طماطم السوريز السوداء هذا نادر وجميل الأكل. الخس والجزر هذوك اللي القارورات اللي خصنا فيهم، تبارك الله شوف اش داير فيهم الغنداز، هذه عشبة الليمون. يلا في الفيديو الجاي ان شاء الله شوفوا نخليكم مع الفيديو ديال الشاب، ونتمنى تشجعوه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الو السلام عليكم سي حسن. انا عند نزل عند رباط سي حسن ندير واحد الفيديو ديال البركولاج ديالي ديال البوطاجي في السطح. هذا هو السطح ديالي سي لي ان فاس سي مون بيتي اتيليي، دونك نحاول نشركو انا ولا فامي. جا شتي واحد تويو ان شاء الله بغيت نانصالي شويه ديال الكوتا كوت. هادو هنايا الماتيريال ديالي ديال لا توربو، ديركم ماتيريال ديال لاسبيراتور باش تنسقيو هنايا. هادي هادي البوطاجي ديالي هو هذا، غادي ندير لكم واحد امتي تور. هنايا كان واحد داير النعناع كونفيكسيوني هذا، عنده واحد الحداد باك فيه الروايد وداكشي هادي بور الفار دي بلاسي. دونك هنا النعناع راه كان هنا النعناع وعاود قطعتو داكشي هادي، ودابا راه قطعتو من جدر وعاد سقيتو، ودابا بدا تيحيه تينوض. هنا كلك بلون ديال ديال الديكور، هنايا الاوليفيرا وهادي واقيلا سيبركيس، مي غادي نوقف ليكم عند هاد الشجرة هادي. ها هادي سبيسيالمون هادي، هادي تبارك الله عندها ما غاديش نكذب عليكم سي برسك 20 طون كلا سي لا على لاج دو مون بروميير انفون، ولي توجور اون في وتقريبا مع كومباني في واحد شي 3 ديبلاسمون دو شونجمون دو دوميسيل، ساك فوا كو جو شونج دو دوميسيل تنصحها تجي معايا. بون هنايا كوم سميتو هادي شويه هنايا ديال تغارس شويه ديال القزبر والكرافاس،
هاد لي بو هادو كاملين كاين دابا لي هما تعطيني الزريعة. كاين هذا قطعته كان فيه القزبر حتى هو راه سالا، هاد لي بو هادي وهذا رومارا وداكشي هادي. هنايا واحد لي بو ديال الفلفلة، دونك الفلفلة حارة نعزيز عليها شوية، الفلفلة حارة تقريبا راه لافان ديال الجني ديالها. كاين لي لا شونجي دو كولور عطات سميتو هادي، وكاين باقية فيها النوار. دي واحد القرعة ومام طون هنايا حاولت ندير شوية ديال لا طوماط، واخا شوية بديت متأخر ولكني بون هداك الكليمة وداكشي هادي هادشي مزيان. زرع معاهم حتى شي عرش ديال النعناع وحده، وهنا ما عطيتش هاو داكشي هادي. عندي النوتر بلاص في السطح ديالي هنايا، دونك هنا واحد هادي كانت فيها كما هادي ديال الخصة، دونك راه مخليها باش تعطيني شوية الزريعة. هنا هنا هادو دي فريزيي بو، هنا داك الماتيريال ديال البو هنا راه مصاوب شي كومبوست مخلي تمايا سد عليه، وداك الشيء هادي هذاك ديكوش ساش ورق فيها يابس وخضار وداك الشيء هادي. هادو هادي ديالي دونك كاينه هادي سي سا دوزيام اني كنت قطعتها، كانت عطاتني ولكن كنت قطعتها وهاد العام كان انا قد ابورتي. هادو كرم كرم كرمه لوكال فيكي لوكال بون، زرعنا حدا شويه ديال هادو التومه. من بعد هادي مطيشه، دونك تقريبا زرعت واحد بليزيور بو ديال المطيشه. وهنا دي هنا زرعت حدا تحت ديال التومه، هادو كيتي صغير عند نبتين صغار ديال التومه. هنا التومه راه شي عرش التومه وصلوا، هنا مطيشه هادي شويه نسيتها، كنت اون ديبلاسمون كبرت ليا والواد جيت اليوم لقيتها لقيت الواد عطاها راه بدات تعطي مطيشة، وعاد دابا سقيتها وداك الشيء هادي. بون تحت منها كاين هذاك المعدنوس، وهادي ديال ورد مي ورد بارتيكولي، ما كان شويه الريح هو الورد تيقضي عليه شويه د الريح. انا عندي شويه انا اون فاصل الشارع تي ضرني تي الشجر بارفوا تيتاثروا من الريح. هادي تاهي كرمة طيحت لي واحد الكرموصة، وهادي تاهي كرمة ديال هادي تركية. بون هادي عندي هنا هادي هداك الويزاج حتى شوية عطشات شوية وحتى اللون ديالها تشونجا بدات تصفرية هادي. بون هنايا هادي نطر اربر، هادي كانت عطاتني هدا سي برقوق هداك الكحل، كانت نورات قطعت منها. وهادي هادي تاهي عطاتني هادي سميتو مشمشة ابريكوتي تاهي بون ماشي بزاف، عطاتني واحد شي تلاتة ولا هادي. بون انا عاد لاطاي انايا تنديرهم لاطاي في اب جيست ابري، تنديرهم لاطاي اونفير اونفير سي بلي فاسيل، يعني باش ديفلوبي دو باش دي عرش جد. دونك انا راه ملي قطعتها هنا بدات شويه تاخذ فورم شويه اوفال، ما تبقاش غادي طالعه غير كونتيني. نفس الشكل هذه ملي قطعتها راه بدات قطعتها نفس شكل الشجره ملي قطعتها هنا من الفوق، راه بدات دونك ديفلوبات عرش سميتو باش تاخذ لا فورم شويه اوفال، ما تبقاش غادي طويله هذاك الشيء. وهذه حتى هي داليا تاهي. دونك هادو هما تقريبا شي لي بريكول اللي عندي. دونك هو هذا تقريبا دواء السطح ديالي وداك الشيء هادي، فيه واحد ما سي با كومبيان دو عندي، مي كومام تي اوكوب تي مي في اوكوبي تقريبا شاك سواري وداك الشيء هادي. دابا عاد بقيت ندير شويه ديزارباش، قاعد ديزارباش تنجمعو هنايا، هو جمعته في هاد السطر شي الربيع وداك الشيء هادي، تنخلي تما تايبس عاد تنعاود تاني نزيد دي شويه ديال التراب وديال هادي وشويه ديال البابي باش نصاوب منه شويه ديال الكومبوست. راه تحت السطر اللي عندي تحت منه راه في الكومبوست اونكور تقريبا. هذا هو اون فيو ام تي بو شويه لارج، دونك هذا الصف ديال الكوبو ديالي. بون اون فيو ان بو جلوبال، دونك هذا السطح ديالي هو وهذا هذا هو.
بون هذا سيتي شومبر ديال الديبارا، دونك جي انستالي واحد الشومبر هنا ديال الديبارا، فيها حوايج الدار اللي ما تنحتاجوش ولا تن بعد عاد نستعملوهم ولا شي حاجه. دونك هذا هو هذا هو البوزيسيونمون ديال السطح ديالي. دونك هذا الشيء اللي كاين، الشيء اللي كاين سي حسن. جيسبر كو الفيديو تصور اوريجسترا مزيان وباينين لي فوتو وداك الشيء هادي لي بو هادي. بون كاين الصغار هادي. بون عندي انا بغيت نانستالي الكوتا كوت، جي اشيتي الماتيريال تقريبا راه تيوات عبارت وداك الشيء هادي. جيسبر في هاد الويكاند ان شاء الله غادي نانستالي الكوت. شريت لي كوتور وداك الشيء هادي، ولكن ابارامون غادي يكون عندي شويه المشكل. دونك باقي عاد تنفكر حتى الحسن يقدر يفيدني، باسكو هو الكوت التيو ديال الكوت تيبغي شويه النيفو يكون واحد، سينو ما عندوش لا بريسيون باش يطلع الماء، سينو ما يطلعش الماء. الا كانوا دي ديبو عالين وديبو هابطين سي لوكالي عندي انايا، هذا عندي ان ترافي افير. المهم انا قسمت هذاك، غادي نحاول نقسم السي حسن هذاك التيو ديالي على جوج. دونك نحاول يعني في هذه الجهه نحاول ندير دي لي بولي عندهم تقريبا شويه نيفو مقاربين، لان ما حتى لي دي ديال لابونت وين سولت وجي شارشي في اليوتيوب قال لي صا ريسك انها سميتو هذوك اللولين لي بول اللولين ما تقطر ليهمش الماء، غادي تقطر الماء لتحت. دونك مازال عاد تندير لي تيد وهادي، وعاد ندير لي بول شويه نيفو واحد نديرهم في هاد الجهه باش يكون، لان هو التيو تيبغي نيفو واحد سينو راه صاريسك ما يكونش لو ديبي ديال الماء متكافئ. واخا هما سي ريغلابل، لان حاولت نشري دي كوتور كل واحد ريغلابل وداك الشيء هادي، ولا صاريسك انه هو ما يعطينيش. بون جو كرو كو ساسي هادشي اللي كاين هادي، وشكرا لكم بابا كومبيتيسيون الله يهنيكم. السلام عليكم. شيرين.